شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو نحن وعم نسمع موسيقى، وبحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا كان شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأنه إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشية هي الحل. فالفورم براش هي سشوار وفرشية بنفس الوقت، يعني بتطلع هوا وبنفس الوقت بتمشط. هي على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة، وفينا نقوي ونخفف الهواء والحرارة مثل ما بدنا، وبنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالفالفورم براش بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $48 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة، ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشار وبسرعة من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين تشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا فيها كتير، وحتى فيهم يستعملوها هن بكل الأماكن. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة أو دقيقتين، وبنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصلوا عليها ب $42 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى نعطي الهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو. مغلفه بقماش بيتنفس لنوم منعشه وصحيه اكثر، وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تبولة، بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين، وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل المكسرات وحتى الجزر، بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين، وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح.
لحاله هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بغناطيس كتير قوي يلي بنظفنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $36 وللدوبل فيتراج ب $75 والأهم إنه مكفول لخمس سنين. تصلوا بالسلارة على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدي منعطى الهم بس بدنا نقطع شي بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس نحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقصلنا حيالة شغلة بدنا إياها بثواني. بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسار لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد $24 أو الاثنين $30 بس. تصلوا بالسلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا بالسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.